السلام عليكم، معكم وائل من قناة وورد اوف تكنولوجي. طبعا يا شباب، انا غيرت اسم القناة لانه لقيته مناسب اكثر، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج المونتاج وندر شير في المورا. ويلا طيب يا شباب، احنا اخذنا بالدرس الماضي كيف في نضيف فلتر على الفيديو، وكيف في نضيف اوفر بلاي على الفيديو، وعرفنا الفرق بيناتهم كيف في نعدل فيهم. اليوم حيكون عندنا ثلاث اقسام. القسم الاول هو الاليمنتس، والقسم الثاني هو سبليت سكرين، والقسم الثالث هو كيف بدي اطلع المنتج الاخير من الفيديو هو اكسبورت. طيب حنعمل امبورت للميديا اللي احنا بدنا اياها. حنختار مثلا اي ننزل الفيديو ونفصل الصوت عنه بإمكاننا احنا نحذفه، وحننزل اي لايك ونتحكم بمقاسه ونحط فايم ما بدنا في الشاشة. هنضغط على علامة element، طلعنا شوية elements البرنامج هو مختارهم وحاطهم عنده، بس في إمكاننا احنا ننزل نزلة تنزيل أو فينا ننزلها من الموقع أو هنختار هاي نتحكم بمقاسها وين بدنا نحطها بالفيديو ونشغل ونشوف. هلا هي ظهرت فوق الفيديو بحيث انه تعطيه جمالية. ضغطنا ضغطتين حيطلعلنا الحركة تبعي الإليمنت كيف بدها تظهر. طيب في شغلات كتير برنامج موفرة مثل الشيبس، دوائر، خطوط، بحيث تعطي جمالية يعني على الفيديو. في شغلات مثل اللوف مثل هالقلب مثلا، نختاره ونحطه نشوف شو. هنصغر ونحطه بمكان يتناع. طيب للناس اللي ما لقيت الاليمنت اللي بدها اياها، بامكانهم يفتحوا جوجل ويكتبوا الشيء اللي بدهم اياه، مثل هاي اللايك اللي انا منزلها من جوجل، ويحطوها بالصوره مثل ما انا حطيتها. هننتقل لتاني شيء اللي هو سبليت سكرين. في كذا اختيار من 2 ل 6، فيني احط 2 سكرين، 4 او 6. هنختار مثلا هاي، معلش يا شباب بالغلط عاملة بإليد. لو ضغطنا ضغطتين هيطلع لنا وين بإمكاننا نحط الفيديو بواحد أو اثنين. نحط الفيديو بواحد ونحط اللايك مثلا باثنين. يمكننا احنا نحرك اللايك حتى في نوعين ما بدنا نخليها ظاهرة. شغل ونشوف. طبعا يا شباب انا ما بفضل انه تعمل سبليت سكرين، لانه ما راح ينزل الفيديو كاملا، حينزل ربعه مثلا او نص. طيب نعمل اوكي، نفوت على سبليت سكرين الثانية ونختار مثلا المسج. بإمكانك طبعا تحط بواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، بإمكانك تحط بأي واحدة بيناتهم، تحط صور، فيديو، صوت، اللي أنت بتحبه. طيب حنفوت على آخر شيء اللي هو الإكسبورت. لو فتحنا حيطلع معنا شاشة مثل هي. أول شيء في عندنا النيم، فينا نحط أي نيم مثلا وندر شير في المورا.
وحيطلع لنا وين بدنا نحفظها، على سطح المكتب ولا على الكمبيوتر. كان نحن كتاب حيطلع لنا setting like quality better ولا good ولا best و resolution و اعدادات اوديو و فيديو ممكن نحتاج. طيب في كذا فور بالال بي، هنا حط احسن شيء هو WMV للناس اللي وللناس اللي بيطلع فيديوهات على اليوتيوب احسن شيء هو MP4. طيب وللناس اللي بدها تعمل edit على بعد ما تخلص على Adobe Premiere ممكن تحط MOV. MP3 هو audio. طيب لو ضغطنا على علامة الموبايل حيطلع لنا devices، بإمكاننا احنا نختار ايفون، ايباد، جالكسي، سوني، اللي بنحب. طيب في علامة يوتيوب بإمكاننا احنا نعمل sign in على القناة وننزل التايتل وفورا نحمله على يوتيوب، بس إذا ما كان عندك النسخة الأصلية ما تعمله. بإمكاننا احنا نحمله على الفيس مثل اليوتيوب ونعمل sign in ونكتب التايتل والكواليتي والدسكريبشن. طيب في هذا الموقع فيميو، انا صراحة ما بستخدمه ولا بعرف شو هو، اعتقد هو شيء مثل الفيس، نفس الشيء بتكتب تايتل وكواليتي. بإمكاننا احنا ننسخه على ديسك، على DVD. والاخير لو خلصنا نعمل اكسبورت لل منتج النهائي اللي احنا بدناه. وهيك يا شباب بنكون وصلنا لاخر حلقة من السلسلة تعليم برنامج فيلمورا. بدنا بس ناخد رأيكم اذا بتحبوا نبدأ بتعليم برنامج فوتوشوب ولا نبدأ بموفيفي. فالكم هلا على الشاشة، لا تنسونا من لايككم واشتراككم ومع السلامة.